ورجعت لكم تاني وموضوعنا تغذية الأطفال. ده الموضوع بتاع الحلقة كلها. اللي عمل الموضوع ده واللي اختار الموضوع دوت الظروف اللي احنا فيها. فجبنا أخصائي استشاري أسرة وطفل، ده الدكتورة الأستاذة ليلى الجهري. طيب معانا دلوقتي، طلبت أنا قلت لهم أنا عايز أخصائي تغذية، بس مش أي أخصائي تغذية. دايما أنتوا عارفين روبير في حاجة كده، فاكرين لما بجيب دكتور بشري، كان دكتور وكان عداء كان بيجري اللي هو الدكتور محمد مدحت لما جبناه في راس السنة، وكان عازف أورج، فجبنا ثلاثة في واحد. قلت لهم الرئيس قال غذاء الطفل ولازم يبقى رياضي ولازم حاجات كتير، دي هنعرفها دلوقتي. فقلت له هاتولي دكتور رياضي. المهم الولاد بحثوا في الإعداد، عندي فريق إعداد، يعني الأستاذة مارينا جرجس شغالة جامد جدا يعني. قعد يبحث ويشوف، قال لي في واحدة بس دي من المنصورة. قلت لهم المنصورة أجدع ناس، حبايبنا كلهم من المنصورة. اشمعنا المنصورة أو اشمعنا الدكتورة دي؟ الدكتورة دي تلقب بأم الأبطال، ده واحد. سيبك من دي، هي أصلا رياضية وحاجات كتير. بدل ما أقعد أرغي، وأنا أنت عارفين أنا لو هقعد أتكلم معاكم ممكن أقعد أعمل معاكم حلقات. هقول مساء الخير الدكتورة دينا هشام. مساء الخير. مساء النور يا فندم، شكرا جدا على التقديمة الفظيعة دي. مش تقديمة فظيعة، ده حقيقة. ميرسي، ربنا يخليك. أولا أنت منورانا في فضفضة مع روبير، دي أولا. ثانيا إحنا طالعين رحلة، بصي على الهوا في حد معانا اللي أنا وأنت والسادة المصورين الأجلاء. الموضوع بسيط، إحنا حضرتك هنا علشان نفسر كلام الرئيس ونفهمه علميا ازاي. لما فهمناه نفسيا دلوقتي مع استاذه ليلى الجهري، هنفهمه غذائيا او هنفهمه صحيا بالمفهوم العلمي الدقيق. اوكي، قبل ما اسهب واتكلم والموضوع ياخدنا وفي مداخلات كتير هتجيلك دلوقتي، ده في مداخلات جت مع الاستاذه ليلى وهتجاوب عليها، مداخلات كتير عشان غذاء اطفالنا. السمين سمين ليه والنحيف نحيف ليه واللي مش عايز ياكل وياكل ايه، كل دوت هيجيلك على الهوا دلوقتي. السؤال بقى الاولاني، مين هي دينا هشام؟ باختصار يعني، كنت زمان لاعبه منتخب مصر في الكاراتيه وبطله الجمهوريه. منتخب مصر في الكاراتيه؟ انا ماليش في الكاراتيه وانا كويس معاك اهو، اوعى اخد لوكاميه. لا تمام كده. دلوقتي حاليا ام واخصائيه تغذيه. تمام. الماجستير بتاعي في التغذيه تحديدا، انا لست طبيبه بشريه. تمام. فانا تخصصي في التغذيه تحديدا، عشان كده انت هنا. بالظبط. تمام. ولادي توينز الكبار، ابطال تيكواندو، يوسف وهنا، ايوه دول توينز ابطال في التيكواندو، ايوه ابطال افريقيا، ابطال افريقيا في التايكوندو. تمام. ومالك الصغير، ايوه 7 سنين، بطل الجمهوريه في الجمباز. بطل الجمهوريه في الجمباز، يعني انت ام الابطال، ده رسمي نظمي فهمي. اوكي. طيب دي كده احنا مقدمة سريعة، نبقى في حلقات تانية نبقى نتكلم بالتفصيل. بالزبط. طيب حضرتك سمعتي كلمة الرئيس. انا عايز كمواطن، وكمواطن اللي هو بسيط ارجوكي، يعني كمواطن بسيط اللي هو سمعتيها ازاي وايه رأيك؟ بس الاول كمواطن. كمواطن أم قبل ما بقى أي تخصص. أيوة. خالص. أيوة. الأرقام كانت مخيفة جدا، أن يبقى في 8 مليون أنيميا. أنا مش بتكلم بقى دلوقتي على سمنة أو نحافة. 8 مليون أنيميا. هو قال كده. أيوة بالزبط. صح. من ضمن 25 مليون طالب في الثلاث سنين اللي أجرى عليهم الاختبارات اللي سيادة الرئيس نادي. يعني التلت ده 8 مليون، يعني التلت بالضبط. 8 مليون أنيميا، وزي ما حضرتك ذكرت 1.3 مليون عندهم تقزم. أيوة. و3 مليون و4 من عشرة عندهم سمنة. مين الأكتر؟
الثمانية مليون اللي عندهم أنيميا. أيوة. طيب هي الأنيميا يعني ما في سمنة اهو. على فكرة السمنة مرتبطة بالأنيميا برضو، مش شرط إن الطفل يبقى مربرب فمعنى كده إن هو متغذي كويس، لا هو ممكن يبقى عنده أنيميا وكمان أمراض تانية كتير ما كناش بنسمعها زمان إلا في الكبار بس، زي ما دكتور ليلى قالت الضغط والسكر، الحاجات دي ما كناش بنسمعها غير في الكبار. أيوة. لما من بعد الخمسين بعد الستين دلوقتي بقت موجودة في الأطفال. مظبوط. الطفل البنيان بتاعه بقى غريب، يعني حتى الطفل السمين دلوقتي بقى البنيان بتاعه غريب، ما عادش حتى زي زمان، يعني الطفل الزمان اللي كان عنده سمنه كان بنيانه كده بيتخن من حتت معينه، زي ما الدكتوره ليلى فعلا قالت ان الخلايا الدهنيه بتتكون من اول ما الطفل يبتدي ياكل. من اول ما يبتدي ياكل بتتكون الخلايا الدهنيه بتاعته لحد خلاص ما يبتدي مرحله البلوغ فخلاص. الطفل دلوقتي تكوينه اتغير، هو يعني طبعا لا نقصد التنمر على الاطفال التخان، بس بيبقى مدور شكل الكوره بالظبط وقصير، يعني تخن وقصر. تخن وقصر بالظبط، تخن وقصر اكتر. احنا المفروض يعني النهارده هندي يعني شويه حلول في الموضوع ده. مظبوط. انا عايزك تطمني المشاهدين. لا طبعا في حلول، انا دايما مبدئي بقول يعني هو مفيش فوات اوان، طول ما النفس داخل خارج فانا اقدر اعمل اي حاجه، اقدر اعمل المستحيل. مفيش يعني كلمه الاستسلام دي انا ما بحبهاش حتى. مش موجوده في القاموس بتاعي. It's too late. It's never too late. It's never too late. It's never too late. دي الصفحه بتاعتي. تمام. طيب تعالي كده نبدا منين الحكايه، تعالي ناخدها طيب. واحده واحده. نقول الانيميا الكتيره اللي هي 8 مليون. النهارده وانا معايا يعني اخصائي تغذيه مهم. اولا انا عايز اشكرك على حاجه، معلش يا جماعه، انا انتوا عارفين ان انا كده فضفضه يعني. بشكرك انك انت جايه من المنصوره دايركت هنا، وبشكرك ان النهارده عندك شغل كتير جدا واجلتيه علشان روبير فضفضه. وبشكرك انك انت جايه علشان، انا ما بقولك بشكرك قبل الهوا بتقولي لي انا جايه علشان ولادي وولاد اصحابي والمشاهدين، فانت حد جميل في كل حاجه. اوكي. بس نرجع تاني الانيميا النهارده. الاول نعمل ايه علشان اطفالنا ما يجيلهمش انيميا؟ اوكي. والسؤال التاني اللي هيجي لك، الناس اللي عندهم انيميا ياخدوا ايه او كذا؟ اوكي. بالراحه كده والميكروفون معاك، اتفضلي يا فندم. خلاص اوكي. قصه الانيميا بتبتدي من الاول بقى خالص، يعني ممكن نبتدي اصلا من اول ما البيبي كان جنين في بطن مامته. تغذيه الام مهمه جدا، وده برضو بضم صوتي لصوت دكتور ليلى ان احنا لازم نعمل اويرنس للام والاطفال، لا الام الاول قبل الاطفال، بتغذيه صحيحه ليها، ازاي تتغذى كويس اثناء فتره الحمل، لان بمنتهى البساطه هو كده كده الطفل بياخد نموه من الام، من جسم الام. يعني مين اللي هيتضر؟ الام. مش الطفل. مش عكس بقى المعتقدات القديمه بتاعت انت بتاكلي الاثنين، لا هو انت مش بتاكلي الاثنين، انت بتاكلي لنفسك اولا. لا هو كده كده هياخد غذاء، هو كده كده لو انت ما اكلتيش هو هياخد غذاء منك، هيمص عضمك من عظم. ايوه يا فندم، من الكالسيوم. ايوه بالظبط، هيمص عضمك من الكالسيوم. طيب ده بيأثر في الطفل؟ بيأثر في كل حاجه في تكوينه. بيأثر كمان في المنتل هيلث بتاعته، يعني دي دراسات اخيره لسه واخدينها في المؤتمر الاخير. ان تغذيه الام بتأثر على تكوين المخ الاطفال الاجنه. فاحنا دلوقتي انتشرت امراض كتير قوي نفسيه زي ما دكتور ليلى اتكلمت عنها، دي بدايتها من اول ما كان الطفل جنين في بطن امه، يعني السبب الام. طيب السمنه او الانيميا او اي حاجه، مع احترامي لكل الامهات اللي انا منهم، بيبقى السبب الام. التنمر بيجي من الام او من الاب، فده ما ينفعش خالص. طيب خلاص عدينا مرحله الحمل وولدنا بسلام، وما كناش نعرف ان احنا لازم نتغذى كويس. لازم بقى نقرا، فعلا نقرا، ما دام جبنا اطفال بقينا مسؤولين عنهم لازم نقرا. ايوه. زي ما الست الرئيس اتفضل مشكورا قال ان ما نهتمش بالكم ولكن الكيف. أيوة. يعني ما نقعدش نجيب في اطفال كتير وفي الاخر احنا مش عارفين نربيهم ازاي او ناكلهم ازاي. ايوه. طيب هنبتدي نقرا ازاي؟ ان احنا نشوف هنبتدي ندخله الاكل امتى وازاي، والفطام بسرعه ولا ببطء، لان ده ليه اضرار وده ليه اضرار. يعني مش معنى ان انا افطم بسرعه يبقى هيطلع كويس، لا ده ليه اضرار برده، ومش افطم قليل او متاخر ده كويس، لا برده ده ليه اضرار. فلازم التوقيت السليم لكل حاجه، زي ما كنت بكلم حضرتك قبل الهوا ان الاكل السليم في كل حاجه، الاكل كله ما بيتخنش، بس المهم امتى. أيوه. امتى اكل وازاي اكل. أيوه. تمام. فده من اول مثلا بنبتدي من اول الطفل هو عنده 6 شهور، تبتدي الام 6 شهور مش قبل كده. 6 شهور. في مدارس بتنادي من 4 بس الاصح اللي هو 6 شهور. نبتدي ندخل وجبه واحده، وجبه خفيفه.
تمام، مضروبه بقى في غلط ايا كان، دي بتبقى بنقعد بقى مع الام ونديها التوعيه الكامله. وعلى فكره الكلام ده كله موجود فعلا زي ما وزاره الصحه مشكوره نشراه في كل الاماكن، في الوحدات الصحيه، في المعهد القومي للتغذيه، في وحده كامله للرضاعه بتوعي الامهات ازاي يرضعوا وازاي يفطموا وازاي يعملوا كده، تحت طبعا اشراف الاطباء الاجلاء، الطب بشري طبعا. استاذنك معانا علاء. علاء منين؟ علاء من المنيا. مساء الخير يا علاء بيه. الو الو، مساء الخير يا فندم. تنور يا استاذ الريد. عمي اهلا وسهلا، امورني، سؤالك يا حبيبي. والله بالنسبه للانيميا، انا معايا طفله 8 سنين، يعني الطب عندها الانيميا 8. الانيميا 8 ده قليل جدا، ده نمره يعني. فبالنسبه للادويه الطب رفضها، وصعب الاطفال بياخدوا الادويه في الوقت ده، فعايز لو لا معلش ثواني. علاء علاء لحظه واحده، علاء لحظه. الو الو، عيد من الاول. عندها 8 سنين وعندها انيميا، وقرب التليفون وعلي صوتك. بالنسبه للعلاج بيبقى صعب عليها الادويه، فعايز لو حاجات طبيعيه، اكل، اعشاب. تمام، شكرا لحضرتك. هو عنده بنت 8 سنين عندها انيميا، وعايز حاجه بدل الادويه تبقى صعب، اعشاب كذا، ده اللي هنتكلم فيه او ممكن نقوله وبعدين نرجع تاني. 8 سنين يعني اول الاول. اوكي. طيب بنجاوب السؤال الاول، بما ان هو عمل التحليل وطلع 8، ده قليل طبعا. المفروض كام عشان انا ما اعرفش؟ لا هو المفروض للاطفال يعني للولاد 8 سنين دي. لا يعني هو 11، الهيموجلوبين دايما بيبقى 11. ده هيموجلوبين. هو حلل كده هيموجلوبين، هو حلل عمل صوره دم. عمل صوره دم. بس بيقول انيميا 8، انا احسب في حاجه اسمها. لا ما هو الرقم، قصدي هو 8. الهيموجلوبين 8. لا ده كده عايز نقل دم دي كده. لا انا ما افتيش في حاجه ما اعرفهاش. طبعا هو لازم يلجا لدكتور الاطفال الخاص بيها. وهو بيوصف له الادويه، هو طبعا اكيد عمل كده، وطالب مننا دلوقتي الوصفه الطبيعيه او الاكل. طيب الحديد موجود فين؟ الحديد موجود في اللحوم. ماشي. موجود في اللحوم. الحديد موجود في اللحوم. البقوليات موجود في اللحوم. الاول هتكلم على الحديد بقى، وتعالي لي في السبانخ. وتعالى البتنجان الرومي. بالظبط، نمسكها واحده واحده. يعني موجود في اللحوم، موجود في الفراخ، موجود في السبانخ فعلا، موجود في الاوراق الكامله، موجود في الحبوب الكامله، موجود في حاجات كتير قوي. فنمشي ازاي ناكل بقى، نبتدي نتابع يومها ماشي ازاي. بتفطر ايه؟ ولازم ندخل الخضار بتاعها في كل وجبه. كل وجبه ندخل فيه خضار، خضار من اللي هو عالي من الحديد، من الحاجات اللي احنا ذكرناها. تمام. طيب ندخل برضو الكالسيوم، لان اكيد هيبقى عندها نقص كالسيوم. نفس الفكره، بيضه واحده في اليوم، او حاجه من منتجات الالبان سواء لبن او منتجات ومشتقات. احنا عايزين بسرعه عشان في مداخلات كتير قوي، وانا عايز اسمع، يعني انا عايز انهل من عيني. اتفضلي. تمام. بس هو مش يبقى عايز، هو كده يبقى هو كده، معلش نبلور الكلام، هو مش عايز ادويه، بس في حاجه لحمة مهمه فراخ. لبن. حاجه مهمه بس، عشان هو قال حاجه ومفروض ان انا اذكرها. هي الانيميا عندها قليله، فلازم تدخل دوائي، لان ده بيندرج تحت حاجه، احنا عندنا حاجه اسمها مايكرو وماكرو في النيوتريشن او في التغذيه. الماكرو اللي هو الاكل، اللي هو الحاجات الكبيره اللي احنا بناكلها، السبانخ اللي لسه قايلها وكده. طيب المايكرو اللي هي الميلي جرامز اللي بتاخدها من الحديد. طيب ده هيكفي ده؟ لا ده مش هيعوض ده، لان هي عندها نقص جامد، فلازم للاسف تدخل من الادويه ونساعد بالاكل. طيب يبقى استاذي اللي هو علاء المنيا، يبقى هتستخدم الاكلات اللي قالتها الدكتوره، اوكي، ومعاها لازم الادويه. يعني معلش عشان الاثنين مع بعض، وان شاء الله هتكلمنا وتقول لا تمام زي الفل. معانا حبيبه. حبيبه منين؟ الو. القاهره. حبيبه من القاهره، مساء الخير، اموري، سؤالك للدكتوره. تمام يا دكتوره. وعليكم السلام، اتفضلي. دكتورة، أنا عاوزة أعرف هديها سنتين، عاوزة أعرف هديها فيتامين د ولا الكالسيوم والحديد مضمونة ولا لأ؟ عندها كام سنة؟ بالراحة. بس سنتين. وهي الكالسيوم والحديد يعني والفيتامين د. تمام. شكرا حبيبة. طيب يا فندم، أنا طبعا زي ما قلت لحضرتك أنا مش طبيبة بشرية، أنا شغلي بيجي بعد طبيب الأطفال، فحضرتك هتلجئي الأول لطبيب الأطفال بتاعها الخاص بيها، هيعمل لها التحليل عشان يعرف النقص موجود فين، لأن في أدوية، في فيتامينز خطر جدا إن احنا ناخدها وإحنا ما عندناش أي نقص فيها. يعني مش هو مش فكرة إن أنا باخد فيتامينز فاخد عمال على بطال، لا، في أدوية خطر، في فيتامينز خطر بتعمل سمية، فما ينفعش. فحضرتك هتلجئي الأول لطبيب الأطفال. يعني أنا مش هقعد أبقى فرحان وآخد كالسيوم عشان الوالد يربرب، ولا أجيب له كالسيوم من بره اللي هو العلب اللي بتيجي اللي شبه التوفي دي وأوديهم وخلاص؟ لا ما ينفعش طبعا. فهي الأول هتتابع مع دكتور الأطفال بتاعها، يحدد لها إيه المناسب ليها، هل هي محتاجة إيه؟ يا حبيبة هتروحي للدكتور هتظبط معاه. وبعدين بقى شغل أنا بيبتدي بعد إحنا الدكتور. إحنا معانا أخصائية تغذية ومعايا هاني. هاني أنت منين يا هاني؟ إزيك؟
منصورة يا فندم. منصورة أجدع ناس، إحنا معانا المنصورة كلها هنا. ربنا يخليك يا فندم، كل سنة طيبين يا فندم. ده طيب يا حبيبي، سؤالك يا هاني. ربنا يخليك يا فندم، بالنسبة للتغذية الصح للأطفال، أنا عندي أولاد الله يعطيك العافية. ربنا يديك الصحة. عايز أعرف بس التغذية سيادتك الصح، وهل المشروبات الغازية دي مضرة؟ لأن أنا تعبت والله وأنا أقول لهم، حتى وأنا بسافر برضه أكلمهم من هناك أقول لهم ابعدوا عن المشروبات الغازية، وابعدوا عن الأندومي، وابعدوا عن الحاجات اللي تعبت الناس فعلا يعني يا فندم والله. ويا فندم عندي أنا والأهل وكده في الاولاد بتاكل عندي اندومي من غير ما يطبخ يا فندم، يعني بتاخد كيس يا فندم وياكلوا منه على طول. طب هي مامتهم قبل ما ترد عليك، انا فهمت الدنيا يعني، مامتهم بتشرب بتاخد المياه الغازيه؟ مامتهم بتحب، مش عايز اقول لا لا ماشي ولا حاجه. هي مدمنه مشروبات غازيه يا فندم. حبيبي طيب خلاص، يبقى احنا دلوقتي المدام قبل ما تسافر بطل لها الادمان دوت عشان تعرف تظبط العيال، وهكمل مع الدكتوره. ازاي شفت القصه؟ قال لك الاندومي ومش عارفه ايه والمياه الغازيه، وقال برضو السؤال الحلو اللي في الاول خالص اللي هو التبس، انا عايز نصايح عامه. طيب النصايح عامه للاطفال، يعني انا مش هتكلم بقى عن سنه الكبار ولا على احنا ولا على اي حاجه، انا هتكلم عن النصايح للاطفال. اول حاجه لازم اهتم بوجبه الفطار. حلو. قبل ما ينزل المدرسه يفطر تمام؟ ايه يصحي بسرعه، يفطر ايه؟ حبوب كامله، لازم ادخل حبوب كامله زي ما حضرتك تفضلت وقلت المدارس بتاعت الاولاد، وزي ما استاذه ليلى قالت لازم ناخد حبوب كامله. تمام. طيب تمام. الخضار لازم ادخل الخضار في كل وجبه. اعمل ما ينفعش ان انا وجبه اشيلها، انت شيلها خالص من يومي، ده ما ينفعش. لازم افطر وبعدين اخد سناك، وبعد كده اتغدى واخد سناك واتعشى واخد سناك كمان قبل النوم. طب عشان في ناس بس مش هتبقى فاهمه السناك يعني عبارة عن ايه؟ ما السناك ده بقى هندخله إيه؟ عباره عن يا خضار برضو، ما هو انا قلت ادخل الخضار في كل اكلي. يعني تمام؟ جزر خيار فلفل الوان طعمه حلو جدا، كذا حاجه فيه بقى، وصفات تانية حلوه برضو، فاكهه، عايز ادخل فاكهه في الاكل كمان، لازم ابقى مركزه على الفاكهه. منك طلب غريب على الهوا، اوصفي لي الحاجات الرخيصه، ما تزعليش مني يعني. تمام. عايزين الحاجات اللي هو برضو ايه، كان سيد الرئيس اول امبارح قال لك برغم درجات الحراره العاليه احنا محافظين على اسعار الخضروات والكلام زي ده. تمام. ايه اللي موجود في السوق اللي في يعني فلفل الالوان انا بالنسبه لي غالي. تمام. هخش فلفل اخضر، الفلفل الاخضر طعمه حلو، انا باكله. اعلى فيتامين سي في اي حاجه في الفلفل الاخضر. صح. عندك المعلومه دي؟ ايوه. اكتر من البرتقال والجوافه؟ حصل. دي بقول عشان تعرفوا بس ان احنا عارفين كل حاجه حتى في الاغذيه. بالظبط. طيب انا مش شرط الفلفل الالوان. يعني لا، فلفل اخضر عادي جدا، الطماطم، الخيار، الخس، الجزر، كل الحاجات دي لازم تبقى موجوده عندي في البيت باستمرار، بدل بقى ما اجيب الكراتين بتاعت الحاجات اللي مش هيلثي. واقول اصل انا ما بحبش احرم ولادي من حاجه، طب ما انا ما احرمش ولادي من الحاجات اللي ربنا خلقها. احلى وافيد وفيها القيمه الغذائيه بتاعتنا. ما احنا لسه قايلين في اول الحلقه ان الاطفال اللي عندهم سمنه برضو عندهم انيميا. يعني طيب. مش شرط بقى، هو كده مش متغذي اصلا. هنرجع للاطفال عندهم سمنه، ويا ريت في الكنترول لما يقولوا لي لمياء يقول لي لمياء منين، عشان انا مش عايز اجيب كله من محافظه واحده، لان مصر كلها بتفرق. اسكندريه مريه وترابع زعفراني، لمياء من اسكندريه، ازيك يا لمياء؟ السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. طمنيني الاول، الدنيا حر عندكم ولا الواحد بيبرد؟ حر جدا. برضو انتوا كمان؟ هنروح فين بقى؟ حر جدا والله. لا لما انتوا حر واحنا حر، طب هنروح فين؟ لمؤاخذه. طيب كلميني، امريني يا لمياء، اخبار؟ الامر لله. بعتتني كدكتور لحضرتك بنتي عندها 10 شهور بس هي كان عندها نسبه تمور وبسيطه في المعده. تمام. ثواني يا لمياء، ضمور فين؟ ضمور ايه؟ ضمور في المخ، بس لما رحت كده دكتور قال لي مش هيأثر عليها. تمام. ضمور في المخ. يعني مش مأثر على حاجه، ممكن يأثر على نسبه الذكاء، حاجات بسيطه، او هو بيطمني الله اعلم. فهي دلوقتي عندها نسبه الكهرباء زي ما هي، بقالها دلوقتي 3 شهور بعالجها زي ما هي. انا دلوقتي عايز اعرف نظام تغذيه ليها، عشان هي الرضاعه بتاعتها ممكن 30 مللي يعني من البجرونه بتاعتها، حتى صدري ممكن ما تاخدهوش، ببرونه ما فيش اكل، ما فيش، مش عارف اعمل ايه. طيب وشها اصفر جدا وما بتقعدش لحد دلوقتي، بعمل لها علاج طبيعي. ماشي. مش عارفه اعمل ايه. ربنا يشفيها لمياء. هنشوف مع الدكتوره حاجه زي كده. 10 شهور طبعا موضوع شائك، والطفله مريضه ربنا يعافيها يا رب ان شاء الله.
زي ما قلت لحضرتك برضو انا تخصصي هيجي بعد الدكاتره. في الحاله دي هنبتدي بقى ما هو واحده واحده احنا لازم نحيلها، لازم نحيل الاطفال بتوعنا تمام، لازم نبتدي ندخل لها الاكل واحده واحده ونشوف هي بتحب ايه وما بتحبش ايه، بتتقبل ايه وما بتتقبلش ايه. الموضوع تقيل، الموضوع حتى تقيل. اللبن ما بتاخدوش لا من صدرها ولا من الببرون، معلش هي عندها ظروف معينه. وحضرتك كأم ان شاء الله ربنا هيجازيكي خير طبعا، انت مضطره ان انت تفضلي جنبها واحده واحده وتوعيها، تجربي ده ما حبيتش ده، تجربي ده ما حبيتش ده، لحد ما ان شاء الله الموضوع يتحسن معاكي واحده واحده. طبعا كل اللي حضرتك بتحكيه ان وشها اصفر دليل انها ما بتاكلش، هي ما بتاكلش كويس. طيب نبتدي بقى نشوف مع دكتور الاطفال ايه المناسب، ادخل لها ايه بديل الادويه، وده مش تخصصي مش هفتي فيه، جنب الاكل عشان يساعد، عشان يعمل يعني ريبريشن بسرعه، يعني الموضوع ما ياخدش معانا وقت طويل. لكن كاكل هنجرب، احنا مضطرين نجرب كل الاكل، نشوف هي البنت هتتقبل ايه مش هتتقبل ايه، وده الدكتور ليلى قالته او اتكلمت فيه. احنا لازم نحيل الولاد ونمشي وراه، ده مهمتنا. تمام. طيب احنا اتكلمنا على الانيميا وقلنا او يعني عامه بالنسبه للاطفال، وقلنا ناخد الخضروات والكلام ده. الفاكهه بقى، الفاكهه لازم نركز على الفاكهه، نركز على الفاكهه بالظبط. الفاكهه البديل الصحي للحلويات. الفاكهة ما الفاكهه مسكره، مش ربنا خلق لنا الفاكهه مسكره؟ طبعا الفاكهه فيها سكر فركتوز، واحلى من العصير، واحلى من العلب المعلب. واحلى من العصير طبعا، واصح من العصير حتى لو هعمله في البيت. يعني انا لو حتى هعمل عصير في البيت انا اقول لك كل الفاكهه احسن. ليه؟ فيها الياف بالظبط. لا ما انا مذاكر في دماغك. لا فيها الياف فعلا. وكمان احنا بنعمل عصير بطريقه غلط. ما احنا بنحط عليه سكر. طب انا كده بالظبط، ما انا كده شلته من هو حاجه هيلثي، لا خليته حاجه ان هيلثي، زودته. طب يعني ما نشربش عصير؟ لا نشرب عادي لو بنحب، بس هنتحايل عليه شويه. هنعمل ايه؟ هنزود الفاكهه اكتر ونقلل الميه. اللي بيخلينا نضيف سكر او ان احنا ما نحبش طعم العصير اللي احنا بنعمله في البيت ان احنا بنزود الميه قوي. يعني نحط مثلا تفاحيه او نحط مانجا او ايا كان ونضيف ميه كتير قوي، لا احنا نقلل الميه، نخلي العصير تقيل مركز زي اللي احنا بنجيبه من بره. الاطفال هتحبه طالما هو شبه بتاع بره هيحبوه. طب خليكي فاكره المانجا ونحلي بعسل. ونحلي بعسل، خليكي فاكره العسل. ام يوسف من الجيزه، مساء الخير. مساء النور. لو سمحت انا ابني عنده انيميا طلعت 9 وما بياكلش نهائي. عنده كام سنه؟ 7 سنين. طب هو كان ما بياكلش من زمان ولا دلوقتي حصل حاجه؟ لا دلوقتي تيجي مثلا تقول له مثلا كل رز يقول لك لا ما احبش الرز ابو شعريه، اي وجبه على الاكل ما يقول لك لا مش عايزها، حتى بيخلي اخوه صغير بيعمل زيه. طيب وزنه كام؟ لا هو وزنه رفيع قوي بس مش عارفه وزنه الصراحه. طيب شكرا يا ام يوسف من الجيزه، شكرا. وشعره بيقع، شعره بيقع، عملت له تحليل انيميا طلعت 9. طيب هنسأل الدكتورة. شكرا لحضرتك يا فندم. طيب عنده انيميا وطلعت 9. بنروح للطبيب يوصف لنا الفيتامين المناسب لحالة الطفل. طبيب الأطفال أو طبيب البشر اللي بتابع معي. تمام. ماشي. بعد كده بيجي شغلنا. هي بتقول ما بياكلش. طب يعني معلش أنا هعمل إيه؟ ما أنا هوصف أكل بس هو ما بياكلش، طب أنا هاجي أكله في البيت؟ يعني دي دايماً أنا بقابلها كتير في المركز. ابني ما بياكلش او انا ما مش عايز اكل. طب انا هعمل ايه؟ ما انا هوصف. انا اللي عليا هعمله. هوصف الاكل وهقول ناكله ازاي وناكله امتى وناكل ايه وما ناكلش ايه والكلام ده، بس ما بياكلش ليه؟ طب حضرتك عملت ايه عشان ما ياكلش؟ طيب هو ما بيحبش رز بشعريه، بلاش رز بشعريه، ندور عيش، ندخل له عيش. مش عايز ياكل عيش، نشوف اي حاجه تانية بديله للعيش. طيب ما هو لازم ياخد كل العناصر الغذائيه علشان حتى الفيتامين اللي الدكتور هيوصفه، ما هو مش هيجيب نتيجه لو هو ما اكلش. هي مصمم ان هو ما بياكلش واخوه الصغير بقى بيقلده. طيب انا عايز اسمعك. اوكي بس انا باكد للساده المشاهدين، في ضغط كتير في المداخلات للدكتوره وده حاجه كويسه وحاجه مهمه، يعني احنا بنتكلم في موضوع مهم وكان الرئيس بيتكلم في شيء مهم ماسسكوا كلكم. هبلور كلام الدكتوره لست ام يوسف من الجيزه. غيري يعني الرز بشعريه بقى، انا اشرح لك شويه. اعملي عليها، تقش عليها بيضه وشويه صويا صوص تمام، وقلبيهم في بعض. دي اكله تايلاندي كنت باكلها في تايلاند، هتدي طعم ونكهه جميله وتحايل عليه. وحاجه بقى حلوه تانية، ممكن نشارك اطفالنا اللي ما بيحبوش الاكل معانا واحنا بناكل واحنا بنطبخ. يعني تعالى يا حبيبي كده بنعمل الرز سوا. طب عليك. ما تختار لي كده طريقه تانية نعمل بيها. طب ما تعالى نبص كده على اليوتيوب سوا نشوف طريقه حلوه للرز ناكلها سوا. هيبتدي يتحمس.
يبتدي يتحمس ويبتدي هيبتدي عايز يدوق هو عامل ايه. اه ده مش للولاد اللي عندهم السمنه، ده للولاد اللي لا ده اللي هو رافض ياكل، اللي رافض ياكل. طيب معانا منى من القاهره. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. ممكن ان اكلم الدكتوره؟ اهي يا فندم اتفضلي. حضرتك ازي حضرتك يا دكتوره؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك بصحه وسلامه. انا معايا زياد واياد توام. يا ربنا يخليك. ربنا يخليكي. بس ضعاف قوي يعني، انا حاولت معاهم وكشفت عليهم عند الدكتور بطنه، فكل اللي ادهولي فيتامينات وفتح شهيه واديتهم كتير قوي انواع ادويه كتير، بس ما فيش نتيجه وهم ضعاف قوي لدرجه ان عظم صدرهم وعظم بطنهم باين. انا مش عارفه اعمل ايه. عندهم كام سنه؟ اعمل ايه معاهم؟ بحاول ان انا اكلهم وبياكلوا وكل حاجه، باكلهم كمان شوكولاتات وحاجات من اللي هي بتسخن شويه، ما فيش فايده. كام سنه يا فندم؟ كام سنه؟ نفسيتي تعبت مش عارفه اعمل معاهم ايه. كام سنه يا فندم؟ هما دلوقتي ماشيين في 5 سنين. وزنهم قد ايه؟ وزنهم قد ايه؟ ضعاف قوي يعني. الوزن منى بيخاف يكسروا. منى وزنهم قد ايه؟ وزنه هو انا ما وزنتهمش بصراحه بقالي فتره كبيره، بس هما ضعاف جدا ورفيعين قوي قوي. رحت عند اي دكتور؟ رحت عند دكاتره؟ والله رحت وكل الدكاتره يعني، انا رحت الاثنين بصراحه ما رحتش لكتير. ادوني فيتامينات ومقويات وفتح شهيه، عمل جابش نتيجة. حضرتك شايف ان هو ما جابش نتيجة الفواتح الشهية والفيتامينز والحاجات دي؟ ولا اي حاجة والله، ودايما وشهم تعبان، باين عليهم ان هم تعبانين. طيب بعد اذن الدكتورة دول تعمل لهم الدكتور حد دكتور اطفال هيكتب لهم تحاليل اوكي، وبعدين تعمليها وتروحي للدكتور، وبعدين احنا في حلقة تانية هنقول لك تعملي ايه، لكن هم عايزين تحليل مهم. تمام مظبوط كده الكلام. بالظبط بالظبط يا فندم. انا زي ما اشتغل تمرجي اعصابي دكتوره. لا العفو. يا فندم انا دايما شغلي بيجي بعد الطبيب. طيب اهو حضرتك قلتي انك رحتي لطبيب باطني، حضرتك توجه لطبيب اطفال، هو هيبقى ادرى واحد بشغله. ماشي، مع احترامي لكل الاطباء وكلهم فاهمين، بس طبيب الاطفال هيبقى متخصص اكتر في حاله الاولاد. شغلي انا بيجي بعد طبيب الاطفال. طيب ممكن برضو بنبذة بسيطة عشان ما نبقاش احنا ودينا في حتة تانية وهي طلبانة، احنا نبتدي ناخد بالنا من اكلهم واحدة واحدة. بمعنى ايه؟ حددي مواعيد. مواعيد يعني ايه؟ على فكرة الكلام ده برضو للكبار. ايوه فندم. مواعيد للفطار، يعني حطي رينج كده للفطار، دايما يبقى هم كده كده واضح ان هم لسه ما راحوش المدرسة او هم بري سكول او حاجة. مثلا من 10 ل 12 واحنا في الصيف، من 10 ل 12 ده ميعاد الفطار، هنقعد ناكل فيه وهنقسمه زي ما دكتور ليلى قالت، اللي هو ما نفضلش قاعدين على الاكل هتاكل يعني، لا مش هاكل هيجيب نتيجه عكسيه. طيب هنمشي واحده واحده معاه، بعد ما يفطر شويه ونقدم له اي فاكهه، مش لازم الفاكهه كامله، هو مش هياكلها، انت بتقولي ما بياكلش او مش عايز ياكل، طيب مش لازم الفاكهه كامله، قطمه حته صغيره ماشي. وبعدها بشويه احدد ميعاد تاني للغدا، ده ميعاد الغدا مثلا من 3 ل 5 ناكل فيه، نقسم الوجبه، هو مش هيقعد كامل ياكلها. تمام. وبعد كده وقت تاني نديله برضو قطمة تانية من الفاكهة اللي لسه موجودة، نشربه عصير أو نشربهم عصير. نلاحظ كده على مدار اليوم إذ ربما يتحسنوا قبل ما نتوجه للطبيب مثلا، يعني إيه أنا بحاول أطمنك، بس طبعا لازم في الأول بما إنك بتقولي ضعاف جدا وهيكسروا كده، يبقى لازم توجهي فورا لطبيب أطفال. طبيب أطفال تبدأي بعد كده تحطي بقى الـ 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 الخطة الغذائية اللي أنا بقول لحضرتك عليها. تمام، يبقى احنا نروح الدكتور وبعدين نعمل الخطة الغذائية اللي الدكتور قالت عليها. معايا أم أروى من هنا مصر كلها معانا النهاردة. ازيك يا أم أروى؟ الله يخليك، يا أخبارك؟ مأمور يا فندم. لو سمحت معلش، أنا عندي أنا وبنتي لينا أنيميا يعني. إيه؟ عندنا أنيميا. عايزة مشروبات، عايزة أكل يعني، فتجونا شوية. تمام. بنتك عندها كام سنة يا أم أروى؟ 8 سنين. 9. طب ما دام بتقولي أنت وهي، أنتوا بتعملي الغذاء إيه أو بتعملوا أكل إيه؟ إحنا عادي، أكلنا عادي يعني. يعني عملتي تحاليل وفي أنيميا ولا هي قصة إن إحنا في أنيميا؟ أيوة عملنا تحاليل. تمام، شكرا يا أم أروى، شكرا شكرا، وسلمي لي على كل أهل أينا الطيبين، كل مصر معانا. تمام. طيب عملنا التحاليل. طب احنا ثواني الكنترول. طب انا يعني كريمان من الغربيه هتستنانا نسمع واحد واحد، انا ما بحبش اجاوب من الاسئله ومره واحده. اوكي مستنيك يا كريمان بعد. اتفضلي.
عملنا التحاليل وتوجهنا للطبيب اللي اشار ان احنا نعمل التحاليل، هناخد الدواء الاول لان ما دام هي الانيميا واقعه قوي كده يبقى لازم تدخل دوائي. حلو. طيب. بعد الدواء بقى، بعد الدواء الاكل، هي برضو الاجابه عايمه، الاكل العادي يعني ايه الاكل العادي؟ ما هو الاكل العادي ممكن يبقى رز بس، ممكن يبقى بروتين بس، ممكن يبقى خضار بس، ممكن يبقى فاكهه بس. اعملي ستوب، يعني بروتين بس يعني انا لو قعدت اكل لحمه بس ده غلط؟ طبعا. ما هو حلو بقى، انا سمعيني اديني انا احب التكات دي. انت عارف اقول لك على حاجه بره الموضوع وهرجع لها تاني، انا حاسس ان انا قاعد قدام نيلي كريم وبيقولوا لي في الكنترول نيلي كريم، حد قال لك المعلومه دي ولا انا؟ انا على طول بيقولوا لي نيلي كريم، لدرجه ان في دكتوره زميلتي ما بتقوليش اصلا دينا، هي بتقولي نيلي. في حاجه كمان هزودها، بيقولوا لي كمان شبه هنا الزاهد. هنا مين؟ هنا الزاهد. طبعا انا يا ريت والله يعني هي كلها كده، بس كان الاكتر قالوا لي نيلي في الاول وبعد كده قالوا لي لا، بس بعد كده هم يمكن يقولوا نيلي كريم انت شبه دكتوره دينا هشام اللي بتطلع مع روبير بتفضفضه مع روبير. نرجع تاني، بروتين بس دوت مش مفيش اي حاجه لوحدها بس تبقى صح. لا بروتين بس ولا كاربوهيدرات بس ولا خضروات بس ولا فاكهه بس. طبق السلطه، طبق السلطه لازم يبقى متوازن في كل الالوان، كل الالوان، كل الالوان. طماطم نقولها مع بعض، طماطم، فلفل، خيار، خس، جرجير، ايه شبت، بقدونس، كل الحاجات دي بتضيف طعم واكل وقيمه غذائيه وفيتامينز وكل حاجه. ايوه صح، كل حاجه. لكن اكل حاجه بس واقول الاكل العادي وارجع الوم الاخصائي او الوم الطبيب، لا. لازم ابقى عارفه بالظبط، يعني لما بيجي لي المريض او الحاله في المركز انا باخد منها هيستوري كامل. انت ماشيه ازاي، بتصحي امتى، بتفطري امتى، طبيعه شغلك ايه، بتعملي ايه، بتنامي امتى، ده لازم اعرفه، لازم ابقى حاطاه في الحسبان. لكن باكل العادي، طب انا ما اعرفش العادي ايه عندك، ما هو العادي بتاعك غير العادي بتاعي. لكن في حاله الانيميا تحديدا وبالذات القليله، بعد ما اتوجه للطبيب ويحط لي الدواء المناسب او الفيتامين المناسب، بعد كده ببتدي ازود انا بالاكل اللي احنا قلناه اللي مليان حديد بس. طيب يعني انا مثلا معايا دلوقتي استاذ محمد الشاهد، في غاده بنته عندها سنه وشهر، اوكي، تنصحي مامة غاده وهي هي الحمد لله ما فيش مشاكل لا في كده ولا في كده، تمام، تاكل ايه؟ تصحي الصبح تاكل ايه؟ اديني كميات، حاجه كده عاديه وطفله سنه وشهر، هتعمل ايه الصبح وتتغدى ايه وتتعشى ايه؟ طيب حاجه كده على السريع، سؤال مفاجئ. سؤال مفاجئ. غاده الشاهد، اتفضلي. غاده الشاهد، اوكي. هو اصلا يعني لو اتكلمنا علميا الكالوريز بتاعت الاطفال من اول سنه بيبقى 1000 كالوري، تمام؟ المفروض تاكل 1000 كالوري. تمام، هقسمها انا بقى. هقسمها على حسب البنت بتحب ايه، هجرب معاها. ولازم زي ما قلت من اول السنه دي اهم خطوه. اهم خطوه. أيوة. عشان بعد كده لما بيبقوا عندهم سمنه بعد الشهر او حتى اقل، اجي اقول له يا حبيبي كل مش عارف ايه، يقول لي لا ما بحبش، طب نجرب ايه، لا مش عايز. عشان ايه؟ عشان هو ما جربش. أيوة. ما حصلوش التنوع اللي احنا دايما بنقول عليه، زي ما قلنا الالوان كلها تبقى موجوده. تمام. طيب نبتدي ندخلها الاكل واحده واحده. أيوة. لان هي لسه سنه. تمام. ونستخدم المعلقه. المعلقه تاكل ايه؟ انا عايزها تفطر ايه؟ مامتها تاكلها ايه الصبح؟ بيضه، يا ريت تاكل بيضه، يا ريت تاكل بيضه، بيضة الصبح. وجبنه ولا بيضه بس كفايه؟ لا بيضه بس كفايه. طب انا لا مش عايزاها والبيضه تقيله والصفار، طب البياض ولا الصفار ولا ايه؟ لا انا هاكل البيضه كامله، بس هجرب، يعني انا هجرب مع البنت هتاكل ايه، هتستفيد ايه، هتتغدى ايه بقى؟ ايه او ايه او ايه؟ هي اكيد لسه بترضع، لسه ما اتفطمتش. صح. طيب انا هدخل الرضاعه في النص برضو. لما هي البنت تطلب. يعني احنا دايما بنقول الرضاعه لما تطلب، مش بقى انا هخليها بالليل ولا وقت الدلع ولا الكلام ده. بس مش الرضاعه بس. لا مش الرضاعه بس. زي ما اتفقنا. نبتدي ندوقها برضو الفاكهه، الحاجات الخفيفه، هي سنه هنبتدي ندخلها الاكل الصلب عادي، مش هنخاف يعني. تمام. هندوقها واحده واحده، وطبعا نتجنب الحاجات اللي ممكن تعمل اختناق والكلام ده برضو. يعني ناخد بالنا كويس قوي لان ده سن حرج. طبعا. تمام. طبعا. هنتغدى، هندوق الاكل العادي بتاعنا. واحده واحده. وطبعا الكميه خفيفه لان انا بتكلم في 1000 كالوري. تمام. زبادي. زبادي. سنه وش. زبادي. جزر او بطاطس مهروسه. مهروسه بالظبط. صح كده. بس نبتدي برضو نبعد عن الحاجات اللي فيها الجلوتين، عشان يعني نتجنب الحساسيه في الاول. دايما في اول السنين كده اول ما نبتدي ناكل بنبعد عن الحاجات اللي فيها جلوتين. حلو قوي. طيب انا حساسيه. جميل. معايا كريمان من الغربيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كريمات؟ معلش اتاخرنا. الحمد لله. حضرتك اتفضلي. اتفضلي الدكتوره بس سؤال. اتفضلي يا فندم معاكي. انا ابني عنده 14 سنه وطوله 142 ووزنه 34، بس هو ما عندوش انيميا ولا اي حاجه، الهيموجلوبين بتاعه 13.
تمام. هل كده يعني يكشف ولا يعني يعتبر قصير شويه ولا ايه؟ 34 كيلو. 34 كيلو ده قليل. ايوه 14 سنه. 14 سنه. طوله كام؟ طوله كام يا استاذ؟ 142 سم. هو قصير. 142 قصير؟ مش قصير. كويس. تمام شكرا شكرا لحضرتك. طيب 14 سنه 142 طيب. سم. تمام. هو مش الفكره ان هو يعني 13 فما عندوش انيميا. تمام. ما هو الانيميا دي خلاص هي مقتنعه ان هو ما عندوش انيميا خلاص مفيش مشكله، بس هو قليل قوي، هو كده بالنسبه لي اندر ويت. يعني اقل من حجمه. تمام. طيب برضو هنتوجه لطبيب الاطفال. لا هو ما عادش اطفال، او اي طبيب، اي طبيب في التخصص ده. بعد كده هنبتدي برضو نلاحظ الاكل بتاعه بياكل ازاي وبياكل امتى وايه الكميه اللي بياكلها. تمام. لان طبعا الوزن ده قليل قوي هيأثر عليه بعد كده. طب هو ما عندوش انيميا دلوقتي هتظهر بعد كده. لا بتقول لك الهيموجلوبين 13، ما هو 13 ده برضو غلط. يعني انا اعرف اللي هو المتوسط المفروض 11، بس 13 ده بيبقى فيه حاجه زايده المفروض تقل. لا مش فكره زايده المفروض تقل، وطبعا الاطباء البشريين افضل يتكرموا يجاوبونا على السؤال ده. يعني هي لازم تروح للدكتور، هي تكشف عند الدكتور وتتابع اكله. يعني هي لازم تبتدي تتابع اكله. هو كده هو ما بياكلش. هي ما ذكرتش ان هو ما بياكلش. طيب معانا ام يوسف من هنا رجعت تاني. ام يوسف. الو السلام عليكم. ايوه يا فندم. لو سمحت انا كنت لسه متصله دلوقتي، ممكن ادي يوسف فتح شهيه؟ تدي بنتها فتح شهيه؟ الدكتور قال لي ما تديلوش اللي هو بتاع الدواء بتاع الانيميا. قال لي اديله بنجر وعسل اسود. برافو. وهي الانيميا عنده عند 9. خلاص زي ما الدكتور قال لحضرتك. زي ما دام في دكتور قال لك ده وشاف الحاله، سواء دكتوره دينا او اي دكتور في التلفزيون، لا اسال العليل وما تسالش التحاليل، انت اسالي الدكتور اللي هو شافه، هو اللي عارف، هو اطرى حد بحالته. اوكي دي بس معلومه لكل الناس المشاهدين، الدكتور اللي شاف الحاله ما تسال يعني خلاص ما تدورش وراه. مظبوط كده الكلام؟ مظبوط جدا. فلا اديله بنجر وعسل، ده شيء رائع جدا. وسبانخ بقى، كل الاكل اللي فيه حديد بقى وبتنجان. بص يا جماعه اتكمل شويه ان انا الدكتور روبير. اي حد عنده أنيميا عليك وعلى الحديد، الحديد ده اللي بيزود الهيموجلوبين. في إيه يا مستر روبير؟ عندك البروكلي، عندك الأفوكاتو، دي من الفواكه اللي هي فيها 80% من غذاء، من تركيبة غذاء الأم. أوكي عندك السبانخ، عندك البتنجان، البنجر، العسل الأسود. إيه تاني؟ طب هنعمل إيه لو جه حد وقال لحضرتك ما بحبش السبانخ؟ ما بيحبش السبانخ، ما بحبش العسل الاسود. هو لو مش بحبش العسل الاسود ممكن اضربه له بطحينه. بالظبط. ما بيحبش السبانخ اديه له في سمبوسك ومحطوط كده. ده اللي انا بتكلم فيه. شفتي بقى. شفتي بقى. لا برافو حضرتك مذاكر. لا انا ممكن اجي معاكي في ايوه حضرتك مذاكر فعلا. الفكره ان ياخد الكميه بتاعته او النوع اللي المفروض ياخده بطريقه مختلفه. بالظبط. طب ما الحديد موجود في البقوليات. نتحايل عليه. يعني مش شرط السبانخ اللي انا ما بحبهاش. طيب البتنجان مثلا ما بحب شكله مسقعه، ما بحبش اعمله محشي. اعمله محشي. كله حيف، انا بحب اكله حيف. لا طب اقول لك على حاجه انا بعملها لاولادي وهم ما بيحبوش البتنجان. بقطعه حتت صغيره اللي القلب بحيث ما يشوفوش السواد. مامتهم بتقطعه حتت صغيره في وسط السلطه. انا بحطه في المكرونه. بتحطيه في المكرونه؟ طب يعني هي في طرق كتير يا جماعه. احنا ممكن نعمل حلقه اللي هي كيف نتحايل على نوعيه الغذاء للاطفال. ده موضوع تاني. طبعا. طيب احنا معانا مداخله تاني. هند منين؟ هند من المنيا. ممكن نسمع؟ معلش طبعا. أوكي؟ لا انا تحت امر الجمهور. الله يبارك لك. هند من المنيا معاك الدكتوره. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ روبين؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا زي حضرتك. ممكن اكلم الدكتوره دينا؟ اتفضلي يا فندم. انا مع حضرتك. سمعت يا دكتوره، انا عندي 80، يعني عندي وزن 80 وطولي 150 وعندي الانيميا 7. فلو سمحتي انا يعني ممكن انا بفطر بس ما بتغداش ولا بتعشى، افطري بس. بس مش عارفه ليه انا بقعد بخمس ايام ممكن ما اعملش حمام. لو تقولي لي انا اعمل ايه وكده. عناية ليك. ماشي شكرا يا هند. شكرا. شكرا. طيب احنا كده بقى انتقلنا من سمنة الاطفال لسمنة الكبار. طيب. وده اللي انا اكدت عليه في اول الحلقة، ان مش شرط ان انا وزني زيادة يبقى انا ما عنديش انيميا. حلو قوي. واحنا بنحكي في سمنة الكبار في صور هننزلها دلوقتي. اللي هو اللي حضرتك عاملاها في المركز الجميل بتاع حضرتك، اللي هو ازاي قبل بيفور
وافطر بقى بعد التخسيس. معلش عندي تعقيب بس. انا كدينا ما بحبش البيفور والافتر. ما بتحبيش البيفور والافتر؟ ليه؟ عشان ما بين البيفور والافتر في يعني رحله طويله محدش شافها. دايما معاناة مش معاناه وفي وقوع وفي قوام وفي تخنت تاني وفي مش قادره اكمل في كذا يعني حاجه. نبص على الصور كده مع بعض. دي كانت حاله عند حضرتك. والصور بعدها ماشيه على طول عشان احنا عندنا مداخلات مهمه. لا ده انا هجيلك بقى. ده ايه كده؟ ايه اعمل لا ده حاجه ثانيه بقى خالص. دي جلسات. دي جلسات دي خليها بعدين. دي ايه قلب. يا سلام يا سلام. كل دوت بالنظام الغذائي. ده القوام. ده القوام. بالراحه يا عم انت وانت بتدوس على زرار في ايه؟ ده نحت القوام. ده نحت القوام. دي جلسات بتيجي بعد التخسيس بقى. ده جلسات دي بعدين في حلقه ثانيه. قلب برضو جلسات. ده ايه بقى؟ شفايف يعني وكده ولا لا 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 الدبل تشين اللي هي منطقه اللغد. اللغد اللي اسمه اللغد حضرتك الفضفضه. وده ايه ده؟ ماله ده؟ ده برضو لغد بس مش باين. ده لغد مش باين. تمام شكرا. طيب احنا دلوقتي هي عندها 80 كيلو. طولها 150 اللي هو بالطريقه البلدي نقول يبقى المفروض وزنها 50 يعني. خلي سيبك من عارف ان ده غلط وهنقوله. بس عندها الانيميا 7 دي مصيبه. ما هي ما بتاكلش. بتقول لك بتقعد كتير ما بتدخلش الحمام. هي بتقول لك بقى ما بتاكلش. طبعا هي ما بتاكلش عشان عايزه تنزل. بالظبط يعني ده غلط بقى. ما فيش حاجه اسمها ما اكلش عشان انزل. طيب هسالها سؤال. انت بتقولي انا بفطر بس. واكيد بتفطري بس عشان تنزلي. نزلتي؟ اكيد الاجابه من غير ما اعرف لا. حلو. طب تعالي لان احنا وقتنا بيخلص. تنصحيها بايه؟ حاله ايه؟ لا طب استنى ندى. ندى استنيني شويه. ندى ده ايه يا عم؟ في ايه؟ اتفضلي. طيب هو طبعا زي ما قلت لحضرتك انا لازم اخد كامل يعني هيستوري كامل منها. أيوة. والكلام ده تاريخها يعني التاريخ كامل التاريخ. أوكي. الحاله وحاجات كتير. أوكي. بس ممكن نصايح بسيطه وهتمشي على الاثنين لحد بقى ما نتكلم حضرتك في حلقات تانية كتير عن موضوع التغذيه. انت لازم هتبقي معانا الحلقه الجايه. اوكي ان شاء الله. وهناكد الكلام دوت في البرومو. الدكتوره هتبقى معانا وهنتكلم عن ايه. اتفضلي قولي. نصايح بسيطه كده بسيطه خالص. تنظيم وجبات، تنظيم ميه، وتنظيم نوم. دول ثلاث حاجات اساسيه. مفتاح اي حاجه. مفتاح الخسسان اللي عايز يخس واللي عايز يتخن على فكره. ثواني ثواني. تنظيم وجبات. تنظيم وجبات. وما جبت سيره الاكل. انا قلت تنظيم وجبات. تنظيم ميه. تنظيم ميه. ميه شرب. شرب. ايوه. تنظيم ايه؟ نوم. 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 يعني انا لو انا قاعد اقول وفضفضه وبفكر وبذاكر بتخن. بتخن. طب ما صحيح. لا يعني يعني لازم في التوتر والقلق بيتخن. بيعلي هرمونات وبيبوظ الهرمونات وبيعمل لخبطه ويخليك بقى تدخل في قصه تانية بقى. منها الجوع العاطفي اللي هو تخصصي. الماجستير بتاعي في الجوع العاطفي. الماجستير بتاعك في الجوع العاطفي. بالزبط. كنا قلنا هنتكلم فيه بس احنا مش ملاحقين. ده بحر. ده بحر. ده موضوع تاني خالص. وعلاجه شبه علاج الادمان. وكان معايا اخصائيين نفسيين ودكاتره نفسيه. موضوع كبير. تيجي نخليه الحلقه الجايه الجوع العاطفي. اوكي. الجوع نتكلم على الجوع العاطفي اللي هو انا لما بزعل باكل او ببقى فرحان باكل. القصه دي او ان عاطفتي هي اللي متاثره على الاكل. يعني دي عاطفه. طب انا بس عايز اكمل على الحلقه بتاعت الاستاذه. النهارده دي ده سبعه في سبعه. دي مصيبه بتاعت الهيموجلوبين. طبعا. طب ما هي ما بتاكلش. ما هي بتقول برضو انا مش عارفه ادخل الحمام. ماشي. طب هتدخل الحمام تعمل ايه؟ ما بتاكليش. ما هو الحمام ده يعني ايه يا جماعه؟ الحمام ده يعني اخراج. اخراج. اخراج في اللي داخل. فضلات. ما هو مفيش فضلات. فين اللي داخل؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه داخله. وهتتخني اصلا يعني. يا ريتك هتخسي. لا بتتخني. وبتتخني وبتتعبي وبتصعب بعد كده المهم عليا. ليه؟ هو الجسم كده كده شغال. ده مكنه. كلتي ما كلتيش هو شغال. فكرك ان هو هيحرق من دون؟ لا، هو يكسر العضلات الاول عشان ياخد الطاقه. اسهل حاجه هو عاوز يخليها تعيش. عنده اجهزه محتاج انها تفضل عايشه ومستمريه. عنده قلب، عنده مخ، عنده. تنصحي الحاله دي اديني انواع. تفطر ايه وتتغدى ايه وتتعشى لا إيه؟ تفطر ايه وتتغدى ايه دي لازم قاعده معاها عشان اعرف. بس في المطلق. في أيوة المطلق. اديني في المطلق. في المطلق. في المطلق. في المطلق هنفطر الوجبات بتاعتنا كامله. الكربوهيدرات على حسب الكميه بتاعتها، على حسب وزنها، على حسب ما بشوفها، على حسب التحاليل اللي انا بشوفها قدامي. الكربوهيدرات ليها النسبه، الحصه بتاعتها من الكربوهيدرات. أيوة. والحصه بتاعتها من البروتين، والحصه بتاعتها من الخضار. سميلي كربوهيدرات تاخد ايه؟ اللي هو العيش. أيوة. سواء ربع رغيف او نص رغيف حسب الحاله. انا برضو شايفاها. حلو. العيش هيغلى هو هيخف عليهم ينزل شويه. لا ما على فكره هي برضو لو خدت اقل من النسبه او الحصه المخصصه ليها او اللي جسمها محتاجها ما هي برضو مش هتحرق. ما ده معناه انها بتقلل اكلها. هياخد الجسم منين؟ هياخد من العضلات.
تمام؟ طيب يبقى الوجبه تبقى متكامله، فيها الكربوهيدرات اللي هو مصدر الطاقه، فيها البروتين اللي هو البيض او الجبنه او يعني اي حاجه تاكليها، تونه، اي حاجه، اي حاجه تحت. طب والفول مش بروتين؟ والفول بروتين. بروتين ده الفول ده، بس احنا هو بروتين نباتي، فاحنا بندخله كاخصائي تغذيه من ضمن البقوليات. تمام؟ لانه ليه حسبه ثانيه مختلفه. تمام. هي حسابات على فكره. حسابات. يعني هي حسابات مش اي كده. ايوه انا فاهم. بالظبط. وطبعا حصتها من الخضار. وبعد كده ده لما قلت بقى تنظيم وجبات، لما قلت تنظيم وجبات زي ما قلت قبل كده لحد كان متصل، اللي هو تنظم وجبات، يعني ايه؟ تعمل وقت ثابت للغدا للفطار، ووقت ثابت للغدا، ووقت ثابت للعشاء، وبين كل حاجه وحاجه ساعتين. تمام. يعني هاكل كل ساعتين. هاكل كل ساعتين. ليه بقى هاكل كل ساعتين؟ عشان جسمي يحرق. اللي هي بتعمله غلط، هي كده موقفه الحرق بتاع جسمها ومخليه جسمها يكسر العضلات، وبالتالي لما يكسر العضلات ايه اللي هيحصل؟ هيزود الدهون فهتزيد اكتر. طيب هتزيد اكتر، واحنا عندنا زياده في المداخلات. معانا ندى منين؟ ازيك يا ندى؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منين يا ندى؟ بقولك يا دكتوره، وانا بنتي من القاهره، بنتي عندها سنتين دكتوره. تمام. عامل معاها ايه؟ دخلها الاكل ازاي بقى؟ ايوه هي بتاكل ولا ما بتاكلش؟ سنتين كويس. لا يعني هي اكلتها ضعيفه، يعني ما بتاكلش كل ما بياكل، اكلتها ضعيفه. السؤال ده جدا حلو قوي. السؤال ده حلو قوي. السؤال شكرا يا ندى. هي جت في ملعبها كده. معلش يا ندى، انا بس يعني ايه، انت بتقولي اكلتها ضعيفه جدا وعندها سنتين. طب فين من اللي انا قلته لحضرتك في الاول؟ انا قلت هبتدي ادخل اكل من امتى؟ من 6 شهور، وهبتدي استخدم ايه؟ المعلقه، واستخدم الطبق، وبطل بقى الببرونه، وابتدي اشرب في كوبايه، عشان الطفل يبتدي يتعود انه ياكل. بالزبط. يبتدي يشوف الام والاب وهم قاعدين على ترابيزه السفره وبياكلوا، فعايز ياكل زيهم. ايوه. طيب اكلتها ضعيفه، هي عندها سنتين، هي مش هتقول لك انا عايز اكل. فين انت بقى؟ دورك فين؟ انت فين دورك يا ندى؟ دورك فين؟ وهل انت من 6 شهور كنت قاعده بنمسكها؟ ده بقى اللي انا قلته لحضرتك، ان برضو التاخير، يعني هي ممكن تقول انا قعدت سنتين ارضعها. طب حلو جدا، بس على فكره الرضاعه بعد 6 شهور مش هتديكي الفايده اللي انت مستنياها. فهتاثري عليها. تمام. هتاثر عليها في التغذيه. تمام. هتبقى تغذيتها مش كويسه. ده رائع. طيب احنا كان معانا ام ايه، او اللي هي اتكلمت في، واحنا كان معايا الاستاذه ليلى الجهري، قالت ان عندها الطفله الثلاث سنين. كان مالها؟ انت كنت بتكتبيها في كنترول، فكروني بالسؤال اللي قلت لها هجاوبك في الفقره بتاع الدكتوره دينا. 8 سنين ووزنها 17 كيلو. تمام. عندها بنت 8 سنين ووزنها 17 كيلو، مش عارف ازاي. طيب على فكره كله بيصب في بعضه. نفس معلش. الفكره، نفس الاجابات. معلش نقولها، كل واحد عنده حاله، فهي دي الحاله المهمه. طيب انا كنت بس محتاجاها عشان يعني اسال اسئله اكتر. طب هي وصلت لده ازاي؟ بتاكل؟ بتاكلش؟ انت فين؟ بتعملي ايه؟ يا جماعه الاطفال عندهم 8 سنين او لحد، يعني حتى المراهقين 18 سنه، ما هو الام بتفضل تاكل. يعني انا لحد دلوقتي مامي بتكلمني في التليفون، كلتي؟ يعني احنا في دور الام اكبر يعني من دور الطفل. مامتك بتكلم دكتوره الاغذيه بتقول لها كلتي؟ لا بجد. والله انا بشر. ولازم نتقبل فكره ان انا بشر، وده مهم على فكره في موضوع السمنة. ايوه في موضوع السمنة او النحافة لازم نتقبل شكلي ايا كان. انت عارفه من ضمن المحافظات اللي لسه ما دخلناهاش الاسماعيليه. ازيك يا ايمان من الاسماعيليه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ هو مصر كلها شايفانا النهارده ولا ايه؟ طبعا الدكتور نور. سيدة نورك. اتفضلي الدكتوره معاكي. استفسر بس حاجه، معايا طفل 5 سنين وزنه 15300 وطوله 100. 5 سنين. شكله ضعيف جدا يعني، واكلته وشهيته للاكل ضعيفه. عملت له تحاليل ورحت لدكتور اطفال، عملت له تحليل صوره دم وتحليل د وكالسيوم وغده درقيه، تحليل كويسه. الدكتور قال لي يعتبر عنده سوء تغذيه. عنده سوء تغذيه؟ اوكي. انا بقى هو شهيته للاكل ضعيفه جدا، وشكله باين عليه، يعني ايديه رفيعه، وشه صغير، شكله مش جايب على سنه اللي هو 5 سنين خالص. طيب انا بشكر حضرتك. 15300 وطوله 110. شكرا لحضرتك. شكرا. تمام. الدكتور قال ان هو عنده سوء تغذيه. طيب هنرجع تاني لسوء التغذيه. هنتحايل عليه، هو ما بياكلش. طيب هدخله معايا المطبخ، هبتدي اشاركه الاكل، هبتدي اخليه يطبخ بنفسه عشان يبقى بعد كده شهيته مفتوحه انه يدوق حتى اللي هو عامله. ما بيحبش ده اجرب ده، ما بيحبش ده اجرب ده، افضل وراه. مش لازم يقعد على الوجبه ويخلصها، ما هي ممكن يعني بتغرف له كميه اكبر من حجمه. نمشي زي ما دكتور ليلى قالت، لقيمات واحده واحده. ادخل كل العناصر الغذائيه واتحايل عليه. ببساطه، باسهل حاجه.
يعني اسهل التبس من غير بقى ما اقعد معاه ولا اتكلم معاه ولا اوصف له اكل ولا احط له اكل ولا الكلام ده، واتابعه واعمل مواعيد. المواعيد يا جماعه تفرق جدا، مواعيد الاكل بتفرق جدا، بتعرفني انا اكلت ولا ما اكلتش، انا سقطت وجبه ولا ما سقطتش، لان تسقيط الوجبات للاطفال خطر جدا، ما ينفعش اسقط وجبه. ما ينفعش نسقط، ما ينفعش نسقط وجبه. طيب هو ال يعني عايز اقول لك ايه، الفضفضه معاكي مهمه جدا، وكويس ان احنا في كذا حلقه هنبقى مع بعض ونقدر يعني انت النهارده، انا يعني انا بشكر الساده المشاهدين، انا بشكرك جدا جدا، شكرا بشكرك انك انت معانا النهارده. انا بشكر حضرتك انك اتحت لي الفرصه ان انا ابقى موجوده معاك النهارده. لا بص هقول لحضرتك حاجه، احنا برنامج توعوي، انت تخصصك مهم. ايه وانا بضم صوتي لصوت دكتوره ليلى. انا أيوة. برضو كان عندي اصلا المبادره دي من زمان جدا، كان نفسي ان السيد رئيس فعلا يعين او يبقى في تعيينات جديده لاخصائيين التغذيه او ايا كان، حد فعلا يبقى واقف في المدارس مع الاطفال يعلمهم ازاي يبقى متواجد باستمرار، يفتش يشوف الاكل يشوف الدنيا ماشيه ازاي، يوعي الامهات. ده مهم جدا الفتره الجايه بقى، يعني احنا كنا بننادي عندي استعداد انزل فور فري بدون مقابل خالص، وابتدي من بلدي وانا بعلينا اهو من هنا بالمنصوره. انا عندي الاستطاعه ان انا اعدي على المدارس، يبقى عندي يوم في كل مدرسه اوعي الامهات اوعي الاطفال. وطبعا دور دكتور ليلى هيبقى مهم جدا معانا، ناكلهم ازاي، نعمل هيلثي فودز مع بعض، اكل صحي مع بعض. يبقى اولا بشكر حضرتك، شكرا دكتوره دينا هشام، بشكر حضرتك على قدومك معانا. وكده احنا عملنا حاجه ما كانتش على البال، مبادره من برنامج فضفضه مع روبير، مبادره لاطفالنا، بنقول لسياده الرئيس، بنقول لسياده وزير التربيه والتعليم، احنا معانا قيادات شابه، معانا العلم، علم تغذيه واستشاري اسره وطفل، ودولت موجودين كتير في مصر، بيقولوا لكم احنا بنمد ايدينا ليكم فور فري مجانا، استخدمونا علشان خاطر ولادنا. ما هو مش شهره دي يا جماعه، او بيقول لك كذا، يا ريت يبقى في تنسيق من الجهات المعنيه، وانا عارف ان في جهات معنيه كتير بتبص علينا دلوقتي، واولهم الاستاذه ليلى الجهري استشاري اسره وطفل، ودكتوره دينا هشام. بشكرها، هي جايه من المنصوره مخصوص وسايبه الدنيا وجايه علشانكم انتم. اتكلمنا في اول الحلقه عن موضوع التغذيه والعيش والسيجاره والجنيه، وبعدين دخلنا في تغذيه اطفالنا. الاسبوع الجاي هتبقى معانا الدكتوره دينا هشام في فقره ثابته، هتبقى موجوده في التغذيه، وان شاء الله يعني مشاركاتكم او اسئلتكم ابعتوها على التليفون 012-763-3570 وهنوجهها للدكتوره في أثناء الحلقة. شكرا جزيلا، وأتمنى لكم صحة جيدة، والسمين يخس، والخاسس يعني يبقى صحته حلوة. وإحنا ما اتكلمناش على التقزم، ده هنتكلم عليه في الحلقة الجاية، التقزم أكله إيه. شكرا جزيلا وتصبحوا على خير.